دي مسرحية مدرسة المشاغبين، والنهارده إن شاء الله هنعمل لها دوبلاج بالإنجليزي، والمشهد العربي ده هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمة بتاعت المدارس هتشوفه وتسمعه بالشكل ده. Isn't this the logic? Is it so or not? You educated one and teacher of schools. ودي احدث وافضل واسهل طريقه هتعلمك انجليزي بكل سهوله وبدون مجهود. وفي اخر الفيديو ان شاء الله في سؤال عليه جايزه تصل ل $100. هعرض لك مشهد بالعربي، مطلوب منك تترجم المشهد ده بالانجلش ترجمه صحيحه وتكتبها في التعليقات تحت الفيديو. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسلام وانت بتتفرج على زي انجلش. اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهارده ان شاء الله هشارك معاكم احدث وافضل طريقه في تعليم الانجليزي، وهي تعليم الانجليزي عن طريق الذكاء الاصطناعي. فانت هتتعلم مفردات جديده، وهتحسن الاستماع، هتتعلم لهجه امريكيه، وهتتعلم تحدث بطريقه واحده. واخيرا في سؤال، لو انت حليت صح في الكومنتس في جوائز تصل ل $100. فمهم جدا تسمع الفيديو لاخره علشان تكسب الجائزه ان شاء الله. فخلينا نبدا على بركه الله. تعرف ايه عن المنطق؟ What do you know about logic? تفضل. يزيد فضلك، تفضل انت. تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟ Yeah. Come on. Go ahead. Thank you. You go ahead first. What do you know about logic, مرسي؟ ايوه يا بليدي. تعرف ايه عن المنطق؟ ايوه. اتكلم. Yes, teacher. What do you know about logic? Yes, I do. Speak up. اتكلم ازاي؟ تعرف ايه عن المنطق؟ How do I speak? What do you know about logic? فين السؤال؟ فين السؤال؟ What is the question? What is it? انا حط ايدي على السؤال تلاقيني فريرة. If I know the question, I'll answer right away. فين السؤال؟ هو ده. اللي هو؟ تعرف ايه عن المنطق؟ أعرف. اتفضل. الله يخليك. What is the question? This is it. Which is? What do you know about logic? I know. Go ahead. Thank you. أعرف إن لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. مش هو ده المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ I know that if one hits the other on the head, He falls down with no logic. Isn't this the logic? Is it so or not? يا متعلمة بتاعت المدارس. هو ولا مش هو؟ هو ولا مش هو؟ You educated one and teacher of schools. Is it so or not? Is it so or not? هو. هو بعينه. أنا عارف كل حاجة بس مدكن. Yes, it is. It is, exactly. I know everything, but I keep it in my mind. هو ده. هو ده المنطق. أمال. هو ده. أمال. Is this logic? Of course. Is that it? Yes, definitely. الله. أنت بتذاكر من ورانا ولا إيه؟ Are you studying secretly without our knowledge or what? وصلنا الفقرة الثانية يا جماعة، وهي فقرة أهم التعبيرات والكلمات اللي كانت في المقطع ده. أول كلمة عايزين نقول عليها هي كلمة logic، واللي معناها منطق. لو حطيناها في جملة تعرف إيه عن المنطق؟ What do you know about logic? تاني تعبير هو تعبير go ahead. ده التعبير اللي بستخدمه عشان أقول اتفضل قول. وتخلي بالك إنه مش go ahead، لا، هنحط واه في النص. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. تالت تعبير هو come on. واللي معناه قول، تفضل كمل. وتخلي بالك ان احنا بنحرك الان بنوديها عند الان، فبدل ما تقول come on، لا، come on. Come on. Come on. Come on. التعبير بعد كده واللي هو مستخدم بكثره في المحادثه هو speak up، وده تعبير بستخدمه لما احب اقول لحد اتكلم او علي صوتك، speak up. بعد كده بقول لها ايه السؤال اللي هو what is the question. تاخد بالك انه what is T لما يجي بعدها حرف متحرك باللهجة الامريكية اقولها كده what is بدل من what is what is what is، هتبقى احترافية اكتر. what is what is the question what is the question. كلمة بعد كده يا جماعة هي كلمة right away. right away دي معناها على الفور او حالا. هو بيقول
احط ايدي على السؤال هتلاقيني فريرة، يعني لو عرفت السؤال هجاوب بسرعة اللي هي right away. If I know the question I'll answer right away. كمان عايزك بدل ما تي تقولها تي في اللهجة الامريكية خليها دي right away right away. If I know the question I'll answer right away. Answer right away. Answer right away. كده التعبير الجميل جدا اللي هو يا متعلمة يا بتاعت المدارس. شخص متعلم بنقول عليها كده educated. Educated one. اتخلي بالك ان الدي يو في اللهجة الامريكية برضو بنقولها جيم ج educated. فهي متعلمة educated one يا بتاعت المدارس you educated one and teacher of schools. انا عارف كل حاجة I know everything بس مدكن اللي هي معناها بحتفظ كل حاجة في عقلي اللي هي but I keep it in mind. فkeep something in mind ده معناه ان انت بتحافظ عليه في دماغك مش بتقول لحد. I know everything but I keep it in my mind. بعد كده المشهد الجميل بتاع دمامنا بيقول له انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ بتذاكر من ورانا هنحتاج كلمة secretly واللي معناها بسرية يعني من ورانا يعني بدون علمنا يعني without our knowledge. knowledge معناها معرفة او علم. Are you studying secretly without our knowledge or what? وان شاء الله اعمل لكم PDF كامل بكل الكلمات دي هتلاقيها في زر التبويب او community علشان تنزله وتذاكر منه كما برجع ليك. وصلنا يا جماعة الفقرة الأخيرة وهي فقرة السؤال. سؤال $20. هعرض لك مشهد من فيلم عربي وهطلب منك تكتب الترجمة الصحيحة بالإنجليش في التعليقات تحت الفيديو وإن شاء الله هتكسب $20. مبدئيا هنعمل السؤال $20 ولو الفيديو وصل لخمسين ألف لايك هنخلي الجائزة $100 وممكن ناخد أكتر من حد. شروط المسابقة يا جماعة أولا الاشتراك في القناة، ثانيا ودي أهم حاجة التعليق بتاعك لازم يشمل الآتي: رقم 1 حل السؤال، رقم 2 لازم تقول لنا في تعليقك 3 تعبيرات من التعبيرات اللي كانوا في الفيديو بتاع النهاردة، رقم 3 تكتب لنا اسم بلدك. يبقى تاني هتكتب في التعليق إجابة السؤال، رقم 2 هتكتب 3 تعبيرات من التعبيرات اللي كانوا في الفيديو، رقم 3 اسم بلدك. إن شاء الله هنختار واحد عشوائي وهنبعت له الفلوس عن طريق Western Union سواء كان في مصر أو في أي دولة في العالم وهنعلن اسمه هنا على القناة. إيه ده؟ حضرتك ضيعت من عمرك 10 سنين عشان ال ده كان فيديو النهاردة. تشرفت بمتابعة حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.